هون بمرمريتا ب 14 آب من كل سنة عم بصير احتفال تحكي فيه سوريا كلها. خلونا ننزل نشوف. أثناء يعني أنت اليوم من المشاركين بكرنفال مرمريتا. إيه. خبريني كل سنة بتشاركي؟ هذا ثالث مشاركة لإلي يعني. إيه. وشو قصة هذا التنكر مع هي العدة اليوم؟ شو هالقصة؟ إنه نحن منجمات ومنبصر وأنا وبناتي ورفقاتهم. إيه. مين اختار لكم هذا الشيء ومين تعب معكم على التصميم؟ الفكرة أنا ورفيقتي هي اللي خيطت لنا وطبعاً مع مساعدة بعض الرفقات وهيك. أخي لوس خبرني عن هذا التنكر اللي عامله اليوم. أخيلوس بطل من أبطال إغريق اشتهر بحرب طروادة، حكى عنه هوميروس بالإلياذة. نحن بكرنفال مرمريتا 45 كتير منعتز بأنه نكرر كل سنة تميزنا. كل عام وانتم بخير، ونتمنى لسوريا ولمرمريتا كل خير سنة بعد سنة، وكل عام وانتم بخير حبيبي. خبرني بس تفاصيل اللبس، يعني كيف خبرني كيف اخترت هذا الشيء؟ شفت افلام ولا شو؟ كثير تعذبت، لي تقريبا شيء 3 شهور بشتغل بهذا الموضوع لحاول اقرب من اخيلوس. نحن ويننا وين اخيلوس، بس حاولت كثير اقرب. تعذبت بس كرمال مرمريتا وكرمال سوريا ما في شيء رخيص. بالاخير بدنا نقدم رساله فرح، رساله فرح بغض النظر عن اي شيء. فرح 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 رغم كل السواد اللي عم نشوفه. كل عام وانتم بخير، واهم شيء سوريا بتبقى بخير وراح تضل بخير ان شاء الله حبيبي. كل عام وانتم بخير. مديت خبروني عن تفاصيل اللبس اللي عاملينه. كل حدا عامل تنكر، انتم شو عاملين؟ هواي. نحن ملائكه الشمس، حراس ملائكه الشمس، متنكرين ولابسين هيك طالعين. لك جوكر عصب بده اياك تطلع بالسياره. الجوكر انا ماني هكلان همه، الجوكر حسابه بعدين. هلا مين اقوى من الثاني؟ هلا بتشوف. هلا بتشوف. نحن ما نرد الجواب على الواقع. هلا بتشوف. هلا بتشوف.